السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج بيكرو غسان. يوم 8 سبتمبر هو اليوم الوطني للاقتراع. غادي نخرجوا ونسولوا الناس على من غادي يصوتوا، شكون هو الحزب اللي اقنعهم اكثر. خليكم معنا. شنو رايكم في هذا الشيء اللي واقع الانتخابات دابا؟ تقولوا لي انا ما نصوتش زعما من حيتاش ما فاصنا ما يتعاود. عارف كاين انتخابات؟ لا علاقه عارفنا هو جبانين مرض كورونا راك عارف. عابر سبيل الله غير دايزين. عابر سبيل تتسافروا بزاف. بحال راه كاين انتخابات، راه شهر هاد الشهر تسعود غادي يصوتوا الناس ان شاء الله. ان شاء الله نكونوا حنا من الحزب ديال الانتخابات، ولكن هما جايين النوع ديال لك يعني من الافضل يعني النوع اللي قلتي نتاخب نتاخبوا عليه شكون على من بغيتوني نقول لكم تنتاخبوا. ديروا الطوس مزيان. طوس تاكد انت. طوس سميتو الطوس، حزب الطوس سميتو الطوس. قال على الطوس ان شاء الله. وفين غنتاجوا؟ اتجهوا للمركز ديال التصويت. وي الموقع فين؟ الموقع هنايا، راه يكون هنايا قريب. خويا ما سخيتش بكم، مازال تابعني شي حاجه من ديال زي خصنيش ندير سلام. مجوج هو؟ انت مجوج؟ واخا انت تصوتي دابا؟ باغي نصوت على خنوت ان شاء الله. علاش؟ بغيت. بغيتي وصافي. بغيت وصافي، باش حتى انا نقدر نكون عندي شي حاجه في المواطنين بحال المواطنين. ايوا هو باغي يساعد المراه الحامله والمراه الوالده والمراه. اعطي له فلوس. الله اعلم. راه قال لك يعطي 40000 لولده الولده الاولى 40000. والحمد لله الحمد لله عليه. حياه ولدي. كانت عنده شي كلمه. وشنو تنصحي لنا عيالات صحاباتك؟ اصحاباتي تما يصوتوا على اخ نوش اللي باقي في قسم الولاده. انا ما باغا لا نولد لا حتى حاجه. اللي بغات تولد تصوت على اخ نوش. على كل حال. واللي بغات تزوج على من تصوت؟ عليك. وقيلق. وكوص. لا اله الا الله. ما غنصوت على واحد. ما تيقت واحد. ما لايقت واحد وما نصوت على واحد وما داروا لينا والو. ما دارولك والو. هذا هو اللي كاين. السلام عليكم. الحزب ديال العداله والتنميه هو اللي مزيان. اذا انت مع العداله والتنميه؟ نعم. تقدر تقول لنا الناس علاش العداله والتنميه؟ هاد لان ما العداله والتنميه كتخدم في البلاد، كتصغب الطرقان، كتصغب الوداد، فهمتي؟ شنو داروا مثلا اللي عجبك انت؟ باش حتى الناس حتى هما يصوتوا علينا. المهم هما قدروا يفيدونا، داروا الصوارخ دايزين في الارض. داروا الصوارخ دايزين في الارض؟ فهمتك. داروا من التحت. شكون هو الحزب تيبان لك انه قريب لك شويه؟ الاتحاد الاشتراكي. الاشتراك الموحد. موحد اكزاكتومون. نبيل موني. نبيل موني اكزاكتومون. علاش مثلا شنو اللي عجبك فيه؟ مازال المراه امومه نحسوا شويه فهمتي؟ الحنان. الشعب ديالها اكزاكتومون. لا واش دابا الحنان ولا عنده شي برنامج زوين وعنده؟ حنان نشوفوا ان شونجمون في لا سوسيتي، ما تبقاش تحاكمنا راجل، تحكمنا امراه، وان شاء الله المغرب غادي لقدام. اتبدل اتفوه. نتمتعوا فهمتي؟ كي داير؟ السلام ورحمه الله. الله يبارك. مزيان الحمد لله بخير. كل شيء بخير الحمد لله. قول لي هذا العام على من تصوت؟ وان صوت على خنوش ديالنا الله عمرها دار. خنوش؟ خنوش. كيفاش خنوش ديالنا؟ ديالك هو؟ هو ديالنا من البلاد الله عمرها دار. من البلاد ديالك؟ من البلاد ديالي. ولكن انت تصوت عليه غير من البلاد ولا حيت هو يدير شي حاجه مزيانه زعما؟ لا يدير شي حاجه مزيانه، غايديرها 1000 درهم بنادم اللي عنده 60 عام والفويد لها 1000 درهم. 1000 درهم؟ 1000 درهم الولد زاد جديد يدير له حتى هو 200 درهم. واش عرفتي هذا الشيء غايديروا بصح؟ لا عارف. انا خنوش عارفه، ماشي الا قال شي حاجه هي اللي كاين. ياك؟ يا ان شاء الله. تايق فيه؟ نتايق فيه. من البلاد عندكم هو؟ من البلاد. منين نتوما؟ من جهه السويره. من السويره؟ هو من اكادير. وي من السويره لهنا، حنا راه الشلوح. الشلوح نتوما؟ وقول شي رساله باش الحال الناس ديال البلاد. واسيدي تشكر نتشكر اي التمازيغ نتشكر كل شيء، ما كان الشلوح ولا ما تنوريكين بحال بحال. الحمد لله نتشكر خنوش، النجاح ان شاء الله. سؤالي بسيط جدا بسيط جدا، ما رايك في الانتخابات؟ لمن ستصوت انت مثلا في الانتخابات؟ صوتي نعم صوتي اصبح صمتا في زمان كورونا وهذه الفيروس هذا. هل نصوت ام ننقذ الناس من كورونا؟ نصوت لننقذ الناس من كورونا. تعال اجي تدخل عادة كتختار الورقة حتى كتدخل. كندخل كنهز الورقة اللي كتبت لي شي حاجة كنديرها. بحال كتقمر. صافي هذاك الشيء اللي فين من ما جات وصافي. من ما جات. بحال ما تشوفش حتى شكون اللي غايدخل. لا ما كنفهمش على هذاك الشيء، ما كنمشي كندخل الانتخابات كنهز هذيك الوريقة فين ما جات وصافي. تضرب واحد جوج ثلاثة باك فاسباسة هز لوح. صافي هذاك الشيء اللي كندير. مزيان هاد القضية اللي قالوا. مزيان ما تيهمكش البرنامج حتى ولا شنو يديروا. لا يجي يقول لي دير شي حاجة ولا هادي. لا انت ماشي معاش. من تاجر هذا مالحة فين ما جات الراق. صافي. فهمت طبعا. يوم الدنيا ودا اخره، هادشي اللي كندير كندخل باش ما تظلمش شي حد. الله ما تظلمش، تيبغيش يظلم.
فهمتك فهمتك، هزوا روح. تبارك الله عليك تبارك الله عليك. ومعقوله بحال هذا الشكل هذا اللي كندير؟ هذا واحد يبقى هاني ما يظلمش هذا ولا هذا. كندير الوريقات اللي كتبت لي الورقه كنهزها كنلوحها ونزيد بحال هذه صافي. سي انا هذه. باغي تصوت هذا العام؟ اكيد اكيد غادي نصوت. الا ما صوتناش غادي نخليو بلاصتنا لواحد اخرين اللي غادي يطلعوا وما يستاهلوش انهم يطلعوا، غادي يعذبونا مده 4 سنوات. الحزب اللي غادي نصوت عليه الحقيقه نقدر نقول لك بانه قريت اون غروسو مودو كاع البرامج ديال الاحزاب اللي كاينين. كاين احزاب اللي تقريبا شدات غير نفس البرنامج وعاودت له، كاين الاحزاب اللي دارت كوبي كولي. واحد الحزب الحقيقه مشى مع ديك المسايره ديال المغرب الامس ماشي هو مغرب اليوم، ومغرب اليوم ماشي هو مغرب المستقبل. يعني المغرب غيتبدل؟ المغرب راه كيتبدل، المغرب راه غادي بواحد السرعه اللي كبيره، المغرب كيتطور. وهذا الحزب كنظن بانه غادي يواكب هذا الحزب. قنعك انت؟ قنعني. علاش؟ لانه ثلاثه ديال النقط اللي خلوني انني ما نفكرش تفكير واحد اخر. اولا غادي فكرنا في الشوابن، الناس الكبار. الناس الكبار اييه غادي يعطيوهم اون بونسيون ديال 1000 درهم. تخيل انت راجل كبير حياتك كلها وانت كتخدم بلادك، غادي توصلك 1000 درهم للدار. يعني ما تبقى تولي عندك واحد شويه ديال الاستقلال المالي، ما تبقاش ديما 1000 درهم كل شهر. 1000 درهم كل شهر غادي توصلهم. فكروا ايضا في البطاقه الصحيه الذكيه. صافي دير البطاقه الصحه الذكيه سيدي. اليوم الى واخا عندك الراميد غادي تمشي عندك واحد شويه ديال الطلع والهبوط في الاوراق وداك الشيء، يعني ماشي اون غراتويتي توتال. دابا هذه البطاقه الذكيه غتمشي تحط تعطيها لهم دوز داوي تخرج. ويلي علاش كنقول لك المغرب الغد ماشي هو مغرب اليوم؟ سي انتريسون. واحد الحاجه اخرى، عندك البلاد الا بغيتيها تقدم وتشوفها زعما تعرفها واش متقدمه ولا لا، كتكون كتهلا في الصحه وكتكون كتهلا حتى في التعليم. الحزب واعدنا بانه غادي يزيد 2500 درهم لكل استاذ، صافي دير كو السقف غادي يولي هو 7500 درهم. وإلا بغيتي تزيد في الجوده ديال التعليم، زيد الماء زيد الدقيق. كاين شي تقول لي راه صعيب، هما زعما درسوا الميزانيه ديال الدوله باش انهم يقدروا يحققوا هذا البرنامج. في التطور اللي راه غادي فيه المغرب والافاق المستقبليه ديال المغرب اكيد انها غتسمح لنا انه يكون عندنا هذا الشيء وكثر. صوت الحسنين هادي بلسانك يا صحراء، فرحي يا ارض بلادي ارضك صبحت حره، مرادنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء، مرادنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء. صاحبي دابا انت ما عمرك صوتي؟ ما عمري ما صوتش. ولكن دابا انت علاش ما عمرك صوتي؟ واخويا حيت انا خاسر. انا اللوك ديالي حسن ديال الوزير الاول. شنو هو عندك السؤال ديالك الجواري؟ ما هو السؤال؟ السؤال الجواري هو شكون هو الحزب اللي كنتيقوا فيه اللي يمكن يغير عنده شي برنامج؟ حسن 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 حسن. يكون عندك برامج ولكن من هو الاهل لتطبيق البرامج؟ الاهل اللي هو صاحب المال، بان العالمي مثلا ملياردير. مليار طبعا هو يدفع، هو مثقف ومتعلم. من حق واحد ملياردير انه هو يترشح؟ من حقه هو ولا شكون غادي يجي واحد الدري عريان يعني يبدا يحكم بيه بلي يضرب في الضرائب، بلي يضرب فيهم في الضرائب يكشطهم؟ اذا انت شكون هو الحزب اللي تيبان لك انه اقرب؟ انا شخصيا اعتبر ان كاع الذين يربحون المال من الاحزاب يكسبون مال السحت. هذا يجب ان يكون تطوعا. عندك المال شوف تتطوع من اجل مصلحه الشعب. رغم انه كاين بس عادي بحال الناس، وانسان متواضع، والانسان اللي كيكون متواضع هذا كيبغي الله، ما حيت البشر ما عندهم يدير به كاع. شي يكون بغى يدير رئيس حكومه يدير فلوس يديرها، هذا بغى يدير بالغيره اللي فيه. وحنا كنعرفوا اخنوش ما تقولش شوف الجزائر كيف لك انسان شعبي وانسان متواضع وانسان عايش واحد الحياه شعبيه. الحزب كيخدم خدمته. انت دابا شايفور هو اللي شايفور اخويا. انا زعما اللي طلب شي طلب كيكون مزيان. بعد انت خدام مع؟ انا خدام معاهم، انا دابا كندير معاهم الحمله. دايرين شي برنامج زوين؟ برنامج مزيان في المستوى. شنو يبدلوا مثلا؟ في كل شيء باي طريقه. حاجه اعطيني حاجه واحده مزيان. الحاجه مزيانه عندهم وعندهم الحزب ديالهم هما اللي الشعب باغيه. اي الشعب باغي، ولكن شي حاجه يبدلوها مثلا التعليم، الصحه، شنو يدير؟ الصحه، الطرقان، اي حاجه كيرغبوا فيها المواطنين. اي حاجه مزيانه هي غايمشيو فيها هما مزيان. فيها هما في هذا الحزب ديالهم. وانت يا مخلص مزيان؟ لا ما بخلص انا ما والو، انا ما عنديش كاع حس. خلاص انا عندي حس، عندي انا هي المعامله. انت متطوع؟ انا متطوع، انا ما عنديش انا ما حساب فلوس، انا حساب معديمه. الا شي طلب الا بغيناه ولا شي حاجه ورقه بغينا نصوبوها ولا شي حاجه كنلقاوهم في المستوى. كيوقفوا معاك؟ كيوقفوا معاك. يعني معامله؟ معامله مزيانه. انت تسوق بهم حتى هما يسوقوا؟ يسوقوا، إيه خدمتي معاهم يخدموا معاك. من الحزب هذا؟ حزب الاشتراك. حزب الشراكي؟ اه مزيان الحزب الشراكي.
واخا حنا خدامين. ها؟ وحنا مع الحزب الاشتراكي. تما غير خدامين؟ خدام. عجبك زعما البرنامج؟ عجبك كل شيء؟ ايه مزيانين، نشوف متفوقين في شي حوايج. شنو بغاو يديروا مثلا؟ والله ما قولي لي قلعينا علاش خصنا نصوتوا عليكم؟ اون فيز حنا دائما المرأة، الشباب، الناس المعوقين. يعني حنا عندنا واحد البرنامج، يعني حنا ماشي حنا كنحطوا برنامج، ولكن حنا كنتسناو الساكنه هي تقول لنا شنو محتاجه. سيدي هذا شكون هو؟ ها هو وكيل العائله. الزوج ديالك؟ لا ما عندناش العائله حنا سيدي، ما كنديروش العائله. حيت كاين بعض الاحزاب ها هو ولدو ولد خالته وداك الشيء. على من تصوت؟ غنصوت على الحزب جماعه الاحرار لانني انا مترشح مع الحزب. انت مترشح؟ مترشح جماعه المعارف. صح اييه. دونك انت مترشح؟ انا مترشح، انا في اللائحه ديال جماعه المعارف. اقنعني علاش خصني نصوت عليك؟ عندنا كفاءات وسيرنا واحد العدد كبير في القطاعات. الى نذكر لك غير قطاع الصناعه في المغرب، اليوم راه تشوف المغرب تبارك الله في قطاع الصناعه، السيارات، في الطائرات، في المجهودات ديال السي مولاي حفيظ العالمي تبارك الله مشى المغرب كبعيد في هذه القطاعات. عندكم بزاف ديال الكفاءات ولا كاينين غير اربعه ولا خمسه؟ الحزب كله كفاءات في جميع القطاعات، لا في قطاع الصناعه تنذكر مولاي حفيظ العالمي، قطاع الفلاحه تبارك الله داكشي اللي دار السي عزيز خنوش في الفلاحه في المغرب خيالي، قطاع لا فينونس بن شعبون تبارك الله راه الى ايتي ديزيني ميور مينيستر دي فينونس. سي فري افكتيفمون. دونك نتوما اللي شديتوا الحكومه غادي تكونوا كلكم كفاءات وغادي تطبقوا غير المغرب. شنو غتوصلوا؟ فين غتوصلوا المغرب؟ انا اللي بكلي نقول لك انه المغرب غيتغير. ولا ما تغيرش شنو نديروا معاكم؟ غادي يتغير، ما عندناش اون اوبسيون. الشارع هنا فيه حفره. كاينه حفره. علام بن عبد الله كله حفاري. كله حفاري. كله حفاري. وكيدوزوا منهم غير الشخصيات، وتقول شي واحد كي باقي شي واحد ما طاح في الحفره من الشخصيات. اه. علام انا تصوت شكون كتيق فيه انت ولا لا ما كتيق؟ واحد اخويا ما كنتصوتش. توا. ما كنتصوتش انا. اي مشكل مشكل، هذا هو المشكل، بحال هذو هما اللي كيديروا المشاكل. اللي ما كيصوتوش. لا. خويا فهمتي ما الله عمر هذا. انت تثيق في الحمامه؟ كنثيق فيه اخويا ولد العمق وكنثيق فيه. ياك. اي ديما كنترشحوا له وديما تيوقع مع ولاد الناس. شنو اللي بان لك يقدروا يبدلوه هما زعما؟ يبدلوا يخدموا الشباب. منصيف راه هو كينفح، هذاك الدري اللي معايا راه هو كينفح، حنا ولاد البلاد ثانية وبراد، ما تخمم ما درف زعما هي والما وكنت الله اعلم. كل الحزب اللي كتثيق فيه شويه ولا؟ اش نقول لك خويا ما انا بعدا صراحه لاول مره غنتخب. اول مره هي مبروك عليك. ونقول لك اللي كاين هذا دابا انت، دابا انت وليتي واحد المواطن صالح دابا. ايوا نكذب عليك لان تصلحتي التنميه، العداله والتنميه هما اللي كاينين. علاش العداله والتنميه هما اللي كاينين؟ اون لان دابا 10 سنين هما كاينين. شنو داروا مثلا عجبك انت؟ يعني كاين شي حوايج ماشي كل شيء في لونسومبل، ولكن كاين شي حوايج. مثلا شنو اللي بدلوا مثلا؟ في الحقيقه راه ما نصوت على حتى واحد انا، لا عداله لا تنميه لا والو. ونقول لك الصراحه نقولها لك ما غنصوت على حتى واحد، لان كندور وكنلقى راسي في نفس النقطه. يلا كنتي مع العداله والتنميه. لا انا كنقول لك زعما العداله والتنميه اللي دايره 10 سنين هي اللي كاينه، هي اللي كتبان لي. راه هي اللي كاينه هذه 10 سنين. مازال غتستمر. وانا مالي تنعلم الغيب. ما خصهاش تستمر. ودابا اقنعني علاش خصنا نصوتوا عليكم؟ مرحبا سيدي، اولا البرنامج ديال الفيدرالية اليسار هو برنامج مختلف على كاع البرامج، اي انه كيتقاطع معاهم في نقاط مثل الصحه والتعليم وكذلك حتى الناقل والشغل، ولكن مختلفين. اننا كنقولوا ان الاصلاح في قطاع التعليم ولا في قطاع الصحه ولا في التشغيل ولا في قاع القطاعات الحيويه ما كيمرش ببرنامج فقط، وانما باصلاح سياسي شامل. لا ما يبقاش يشد 4000 ريال ويشوفوا شكون اللي مزيان ينتخبوا عليه ولا هاد. المشكله حتى في الشعب. وراه المشكل الاول كاين في الشعب، الشعب هو اللي باغي هاد الشيء، يعني تيسهل لهم في هاد الشيء تاعهم. ان شاء الله التصويت ديالي غيتجه لواحد الحزب اللي ساهم في ورشات كبرى في الحكومه الحاليه، ونتمنى على الله انه يفوز برئاسه الحكومه. مزيان تيبان لك انه ممكن يغير. بالنسبه لي انا جات الوقت باش يكون هناك تغيير ويكون هناك اصلاح ويكون هناك اهتمام بالمشاريع الاساسيه اللي غتصون وتحافظ على مستقبل البلاد ومستقبل الاجيال القادمه في تعبير على وطنيه صادقه. ويعني مجندين وراء صاحب الجلاله سيدنا الله ينصره، يعني ضروري هذا هو الوقت اللازم للتغيير ان شاء الله. زيد الدري على ما تصوت خويا على الاستقلال. علاش؟ شابط 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 راه مشى مع الزيتونه. ايوا مع شابط، حنا تابعين شابط. فين مشى شابط تمشي؟ فين ما مشى شابط. علاش شابط؟ تيخدم. تدي الاموال، تدي الاموال البايضه كياكل ويوكل. كياكل ويوكل كيقضي. الحمامه هي اللي غداها.
جيك من الاخر اخنوش المعامله. سمعت شي هضره قال لك شي 40000 ريال الدراري اللي غيتزادوا. الناس الكبار اللي عندهم شي 65 سنه بحال هكا قال لك غيعطيهم شي 1000 درهم حتى 2000 الشهر، تخرج لهم بحال طريطه. ما علينا اخوين، جيك من الاخر ما علينا اخوين، جيك من الاخر شي هذيك الحمامه هي اللي غن هي اللي عجبتك انت، هي اللي عجبات تصوت عليها. وكاين واحد من الدرب عندنا سميتو ياسين تا هو داير الحمامه، حنا مع الحمامه الدراري نجيكم بالله. ربي الحمامه ضروري. عندي الحمام، عندي غريغر، عندي مربي داك الحمام ديال غريغر، وداك الجوش، وداك طايله طايله هذيك العدو هذيك ولا الشات خسر لي اللايف ديالي. اطونسيون كنفكروا نصوتوا على الحمامه. حمامه اخويا علاش الحمامه؟ حمامه حيت طايره، حمامه تدل على الطيران فهمتيني، هذا مجيد خدام تما، حمامه تدل على الطيران فهمتيني، ومولاه عنده العاقه بحال دابا خنوش. مولاه هو خنوش ياك جاب العاقه للتصويت ما فهمتش. وخضر هذاك ما يشفرناش، راه موراكم ولدي راه ولد دربنا 60 واحد خدام تما مصوفي راسو، يعني واش تعاون الناس؟ تعاون الناس فهمتيني، كيصوفي الشعب المغربي موراكولوس فهمتيني. موراكولوس ديال مرتو ومرتو انا عندها زهره حتى ما في خبارك والو. هادو شي ديالها كامل ديالها ديالها فهمتيني، حتى كتقول حيت هو مخدم الناس حتى غت ما يمكنش يشفر. دابا واش انت عندك الفلوس غتشفرني انا؟ لا ما تشفرنيش فهمتيني، هو ما يقدرش يشفر. لاش غيشفر؟ لاش شفنا دارك انت غيشفر؟ لا عنده كافي، عنده الفلوس هو فهمتيني، باغي يتعامل. بنادم راسو قاسي.